أجمل هذه الكعكات؟ أنا مستعدة لاختيار الزينة الخاصة بي. واو، ديدان صمغية سكرية روعة. ميلا، انظري فقط كم يوجد. الآن حان دورك لتدوير العجلة. أخشى أن أحصل على شيء أقل طعماً. كنت أعلم، الديدان الحقيقية مثيرة للاشمئزاز. مقرفة، كم هي فظيعة. لا أستطيع حتى أن أضعها على كعكتي. عليك القيام بذلك سواء أعجبك أم لا. هيا، سأغمض عيني حتى لا أراها. يا أمي، إنهم يتحركون، هذا أمر فظيع. لكن لماذا قليل جدا؟ عليك أن تضعي كل شيء. لم أعتقد أنك قاسية جدا يا كيت، اعتبرتك صديقتي. نعم، هذا ليس أفضل مشهد، لكنه ليس خطأي، هذه هي القواعد. لا أريد أن أضعها في فمي. تتحرك الديدان، بالتأكيد لا أستطيع النجاة من هذا. مقزز. أوه، أنا بحاجة لأكل هذه الكعكة بدون زينة. لا يزال مقرف، أنا غارقة في طعم الديدان. أوه، هناك شيء يزحف على وجهي. لا، إنه ديدان مرة أخرى. كم هذا مخيف، لقد تمكنوا من الزحف على شعري. متى سينتهي كل هذا؟ هل يمكنك أن تكوني أكثر حذراً؟ طارت الدودة أمامي. من الجيد أنك أكلت كل شيء، بقي الديدان السكرية فقط. لا يوجد زينة أفضل. أنا متأكدة أنهم سوف يزينون كعكتي ويجعلونها أفضل وألذ. انظري كم هذا جميل، هل ترغبي في التجريب؟ يبدو رائعاً فعلاً. كم هو لذيذ، ليس لديك فكرة. أنا جاهزة لأكل هذه الكعكة دفعة واحدة، لا يوجد مزيج أفضل. كيت، هل يمكنك أن تعطيني قطعة واحدة على الأقل؟ بالطبع لا، لا تتأملي حتى. لم أتوقع أي إجابة أخرى. حسناً، لا مشكلة، سأعلمك درساً يا صديقتي. ما هذا الهجوم؟ يمكنني الدفاع عن كعكتي؟ دعينا نرى من هو الأقوى، سوف أحمي نفسي. أنت دافعي وأنا سأهاجم. هذه ضربة؟ أوه، أنت جيدة. من أجل كعكتي أنا مستعدة لفعل أي شيء. لقد خسرت، لن أتمكن من تذوق الكعكة. سوف أتذكر هذا لك، لكن لدي خطة جديدة. ماذا تفعلي يا ميلا؟ دعيني أذهب. الكعكة كلها لك الآن. ممتاز، أنت متسخة. أنا مستعدة لتدوير العجلة مرة أخرى. أنا في مهب الريح الآن، يا لها من ريح قوية. أو لا، مستحيل، هذا فلفل حار. أخيرا حصلت على شيء سيء وليس على لذاذة. دعونا نرى كيف ستتعاملي معها. أنا متأكدة أنني محظوظة هذه المرة. لديك عين سكرية، ليس عادلا. وماذا في ذلك؟ كل شيء عادل، هكذا تقرر القدر. انظري كم تبدو هذه العيون السكرية على كعكتي. يا إلهي، أفضل مزيج من النكهات. سوف أتذكر هذه الكعكة للأبد. أريد أن أجربها أيضا. ماذا؟ لا، أنت لم تشاركي معي ولن أشارك معك. مجنونة، كنت أن تؤذيني. لكنك الآن بالتأكيد لن تتعدي على كعكتي. ولماذا أحتاج إلى هذه الشوكة؟ سوف آكل بيدي، مذاقها أفضل. وإلى جانب ذلك، يمكنني وضع الكثير في فمي مرة واحدة. أتخيل كم هذا لذيذ. ليست كعكة بل حلم جميل. أنت على حق، لكن هناك عيباً واحداً فقط، لقد انتهوا بسرعة. لم يتبقى سوى هذه العين، سأرميها وألتقطها في فمي. أوه لا، لقد فقدتها. لا أفهم كيف حدث ذلك. هدية القدر الحقيقية، تمكنت من تجربتها. الآن كلي كعكة الفلفل الحار الخاصة بك. شكراً على تذكيري. حسناً، لنبدأ بالزينة أولاً. اتضح أنه جيد، انظري إلى هذه الألوان الجميلة. الآن دعينا نتعرف على مذاق الكعكة. يمكن الاستغناء عنها، يبدو أنه يجب علي ذلك. يجب أن أجرب. أشعر بالفعل بالحرارة، أنا لا أحب الفلفل الحار. لماذا قليل جدا؟ خذي عدة قطع مرة واحدة. سترين، لن يأتي منه شيئا جيدا. لا تحاولي أن أشفق عليك، ستأكلي حتى النهاية. انتهيت، أتمنى أن تكوني سعيدة. أو لا، إنه يبدأ، أنا على وشك إشعال حريق. يا أمي، أنا مشتعلة. يبدو أنني بلغت في الأمر، ما كان يجب أن أجعلها تأكل كل الفلفل. انتظري يا كيت، سأسكب الماء عليك. كم هذا جيد، شكرا.
كان دوري لتدوير العجلة أولاً. واو صبار، لكنه شائك جداً، كيف سآكله؟ انتظري لحظة، في رأيي هناك خطأ، لقد توقفت العجلة على البطاطس. حسناً حسناً، لا غش، هذا صحيح، لا تخدعينني حالياً. أنا أقوم بتدوير العجلة، يخبرني حتي أنني سأحصل على شيء لذيذ. العلكة لم تخذلني. واو العديد من الأصناف، هل يمكنك أن تعطيني واحدة منهم على الأقل؟ حسناً لا، أريد أن أجرب كل شيء بنفسي. أعتقد إذا قمت بدمج الألوان سيصبح كل شيء جميل ومشرق. يا إلهي رائحتها الشهية، بالكاد أستطيع كبح نفسي عن أكلها. اتضح أنها رائعة جداً، أود الحصول على هذه الكعكة. ليس من الضروري استخدام كل العلكة للزينة، يمكن أن أكل بهذه الطريقة. أنت على حق، انظري لدي قلب. واو لطيف، أعتقد أنه سيكمل الرسم بالكامل بشكل مثالي. هذا عبقري، أنت مصممة ديكور رائعة. شكرا لك. أخيرا حانت اللحظة الأهم، يمكنني تجريب ما حصلت عليه. ليس لدي شك في أنه لذيذ للغاية. نعم أنت على حق 100%، لن أتوقف حتى آكل كل شيء. كيت أنت قذرة ومتسخة، أين الإتيكيت؟ أعترفي بذلك، أنت فقط تغارين مني. لقد نسيت تماما أن العلكة يمكن أن أنفخ بها فقاعات. ربما عليك التوقف الآن، هذه الفقاعات تخيفني، إنها كبيرة جدا. حسنا هذا كل شيء، لابد لي من وضع حدا لها، آسفة. ماذا فعلت يا ميلا؟ بسببك أنا كلي بهذه العلكة، محرج. لكن هذا خطأك، لقد طلبت منك التوقف. يا له من صبار شائك، لا أستطيع أكله. هيا إنها مشكلتك. لدي فكرة، سأحاول أن أجعلها تنبض بالحياة. أخشى أن هذا المقص لن يصلح، أنا بحاجة لشيء أصغر. هذا أيضا كبير، لكن هذا المقص مناسب تماما. حان الوقت لقص شعر هذا الصبار، من الواضح أن هذه الأشواك لا تناسبه. ما هذه الخطة؟ متألقة؟ شكرا لك، آمل الآن أن أتمكن من أكل كعكة الصبار الخصبي دون أي أذى. لكن هذا يدوم لفترة طويلة، أنا بالفعل أغفو. استيقظي. كيف تجرؤي؟ لقد ألمتيني. بدلا من ذلك زيني الكعكة وتناوليها الآن. لقد توصلت إلى فكرة، أحتاج إلى فرك الصبار الخصبي على مبشرة، ثم سيكون أكثر ملائمة لاستخدامه للزينة. انظري الآن الطبقة متساوية، لقد قمت بعمل رائع. سعيدة من أجلك، حان وقت التذوق. الصبار مرير بعض الشيء، لكنه ليس سيئا بشكل عام. هذا عظيم. مونيكا أنت أول من يدير العجلة. لا لا أريد صبار. لكن الكريمة لن أرفضها. لا لا يمكنك أن تفعلي هذا، الصبار يعني الصبار، لم يحالفك الحظ. لكن لا تقلقي، هذا يعني أنني سأكون محظوظة وستكوني سعيدة من أجلي. أخبرتك، لا شيء طعمه أفضل أكثر من علكة هوبا بوبا، خاصة عندما تكون هناك مجموعة كاملة منهم. أريد أن أخرجهم بسرعة من الغلاف وألصقهم على الكعكة. أعتقد أنه سيكون لذيذ للغاية. هكذا. حتى الآن لدي ألمع كعكة رأيتها على الإطلاق، وهذا ليس كل شيء. من العلكة المتبقية يمكنني صنع قلب لأجعل كعكتي أكثر جمالاً. مونيكا ما رأيك؟ أعتقد أنه لطيف جداً. الآن حان وقت التجريب، أقطع قطعة. يبدو شهي، إنه فعلاً لذيذ بشكل غير واقعي. أريد أن آكل هذه الكعكة دفعة واحدة. سأجرب القلب على الأقل. لا سأكله بنفسي. شهي، هل تريدي أن تري أكبر فقاعة في حياتك؟ أنت لا تريدي المشاركة معي، ولا أريد أن أنظر إلى فقاعتك. إذن خذي هذا. كيف تجرؤي؟ وجهي كله ملطخ بالعلكة. توقفي عن الضحك الآن، من الأفضل أن تأكلي الكعكة مع الصبار.
كيف يمكنني أكله؟ إنه شائك جدا. بالضبط، إذا تخلصت من الأبر فلن يسبب الصبار مشاكل خطيرة. لكن من الواضح أن هذا المقاس لن يكون كافيا، وهذا كبير جدا. أعتقد أن هذا مناسب ومثالي لقطع أبر الصبار. كم هذا ممل. ملل. انتهيت، الآن لم يتبقى سوى شيء واحد، وضع الصبار على كعكتي. هكذا أبشرها. يبدو لطيفا جدا. توقفي عن الكلام، إنه وقت الأكل. أتمنى أن يكون مذاقه جيدا كما يبدو. يبدو الأمر وكأنني أكل كعكة بنكهة العش. أتمنى لك وجبة شهية. أريد أن أكون أول من يدير العجلة. هل تمزح معي؟ أنا أكره بلح البحر، لماذا أنا غير محظوظة؟ لأنني أنا محظوظة ولدي كريمة. وسأسكبها على الكعكة الآن لجعلها ألذ مما هي عليه. الشيء الرئيسي وضع كل شيء. هكذا انتهيت، الآن يمكنني الاستمتاع. سانتا كلوز، ماذا تفعل هنا؟ عيد الميلاد ليس قريب. مضحك للغاية، أنت فقط تغارين مني. لدي كعكة كاملة مغطاة بالكريمة الحلوة. روعة. بالتأكيد لن أقول لا لذلك. كعكتك في انتظارك، لكن مع بلح البحر. هم مقرفون جدا. ايو، قاسي جدا. بسببه فقدت سني. بعد ذلك لن ألمسه أبدا. أنت فقط لا تعرفين كيف تنظفينهم وتفتحينهم. ليس عليك أن تأكلي الأصداف، ما يهم هو ما في الداخل. انظري كم هو لذيذ. هذا ما يجب عليك وضعه على الكعكة. هيا. حسنا، الرائحة كريهة جدا. هل سأضطر إلى أكلهم؟ بالطبع. يدي لا ترتفع. الكعكة اللذيذة دمرت الآن. كيف هذا ممكن؟ سوف أتقيأ من النظر فقط. والآن أنا مريضة. واو سوزي، انظري، لدي جوهرة ضخمة. أنا فتحت بلح البحر، إذن هي لي. استسلمي وأعطني الجوهرة الآن بسرعة، إنها لي. لكن أين هي الآن؟ يجب أن أجدها أولاً. لماذا أنت سوف تجدينها؟ إنها ملكي. لا، سأجدها. لا يوجد شيء. على ما يبدو تم تلطيخنا ببلح البحر والكعك دون جدوى. هذه المرة سأدير العجلة أولاً. لا، أنا أولاً. نعم، حلمت أنني سأحصل على المارشميلو هذا. ستتألق الكعكة بنكهة جديدة. بالإضافة إلى أنها ضفائر رائعة. حسناً، سأدير العجلة الآن. من الواضح أن اليوم ليس يومي. هذه المرة حصلت على مجموعة كاملة من المعكرونة الجافة التي سوف تضطرين إلى تزيين الكعكة بها. ماذا تنتظري؟ حسناً، سأضع كل شيء على الكعكة هكذا. لم أتذوق مثل هذا المزيج الغريب من النكهات. نعم، إنه قبيح جدا. لنجرب. يا له من صوت قرمشة قوي. أحتاج إلى إغلاق أذني. فكرة. إذا سكبت الماء المغلي على الكعكة ستصبح المعكرونة أكثر نعومة وطراوة. مذهل. جميل، الآن لدي طبق جميل لتناول الطعام على الغداء. شهية طيبة لي. بينما تختنق مونيكا بالكعكة الملتصقة بالمعكرونة، سأزين كعكتي بالمارشميلو. هكذا روعة. مونيكا، لا تحلمي حتى. قلت أنك ستتناولي الغداء. هيا تناولي الغداء واستمتعي.
لا أعتقد أن سوزي ستتأثر كثيراً إذا اقترضت ضفيرة واحدة من هذه المارشميلو. لا تكوني جشعة. ماذا فعلتِ؟ كنت أن أؤذي نفسي، لكنها كانت ألذ ضربة في حياتي. لنرى من سيكون أولاً بالقرعة. هاي، أنا ربحت. لا يا مونيكا، لقد أصبتني بسوء الحظ، هذا رهيب. أتمنى أن أكون محظوظة هذه المرة. عيون مربى البرتقال. أخيراً، أنا سعيدة للغاية لأنني أستطيع أن آكل كعكتي. روعة. الآن سأزينها بسرعة. هذه العيون اللذيذة من مربى البرتقال ستكون على كعكتي. الآن سأضيف كل العيون المتبقية. روعة فقط، كل شيء على الكعكة. لا سوزي، لن أطعمكِ. أفضل التهام كل العيون بنفسي. تبدو لذيذة. انظري إلى العين، مضحك. مونيكا، هل تعتقدي أنني لا أستطيع التقاط عين واحدة؟ فعلاً لا أستطيع. منذ متى وأنا أنتظر هذا؟ لن أرفض هذه اللذاذة. أخيراً سأستمتع بكعكتي اللذيذة. وسآكل آخر عين مارميلاد بطريقة غير عادية. لم ينجح الأمر قليلاً، لكن يمكنني أن أفعلها. إنها لذيذة جداً. أيتها اللصة، حان الوقت لك لكي تأكلي الفلفل. أنا خائفة حتى من النظر إليهم. أتمنى ألا أحترق من الداخل. دعيني أساعدك. أسرعي واقطعي هذا الوحش الناري. حسناً، دعينا نبدأ. فلنجرب. تناولت قضمة واحدة ويمكنني أن أشعر بالنيران في كل أنحاء جسدي. هذا لا يكفي، الكعكة يجب أن تؤكل. لم أكن أعلم أنك قاسية جداً، لكنني سأفعلها. النار تمتد، حان الوقت لإنقاذ سوزي. أسهل بكثير. شكراً مونيكا، أنت صديقة حقيقية. لنبدأ بأشياء بسيطة. حضروا لي بعض البطاطس المقلية. سهل، سيتم الأمر. أريد فقط أن أتعلم الطبخ. بينما يقوم الجميع بتقشير البطاطس، سوف أسكب الزيت. بالمناسبة، لا يوجد شيء اسمه الكثير من الزيت. حسناً، الزيت يغلي تقريباً، مما يعني أن الوقت قد حال لصب الشرائح النهائية من البطاطس. لا، قف. إنه يتناثر. حار، ساعدوني. ماذا تفعل؟ بسببك كان أن يقصفنا الزيت المغلي. يجب سكب الزيت بكل حذر، ثم ستقلى البطاطس بالتساوي. سادام، لا شيء صعب. البطاطس المقلية جاهزة، يبقى فقط إضافة القليل من الصلصة. هذه بطاطس مقلية، لا أظن ذلك. أما أنا سوف أحضر بطاطس مقلية حقيقية. لكن هذا ليس كل شيء. الآن سأقدم طعماً شهياً حقيقياً من البطاطس المقلية. سأحتاج إلى اللحم المقدد وصلصة. وبالطبع، إكليل الجبل المعطر. يا لها من رائحة. بالضبط، لن أستسلم حتى الآن. لماذا لا أستخدم البطاطس من المارميلاد؟ يقولون إذا غمسته في شراب الفراولة سيكون ألذ. رائع، سأبدأ بتجربة البطاطس من المنتصف. جدتي، هذا رائع حقا. لا يمكنني تحمل إكليل الجبل. أنا آسفة أيها الشيف، لكنني لم أحب ذلك. لكنني أقدر الفكرة مع بطاطس المارميلاد. الآن لا أعرف ماذا سأختار. فلتكن أشد. هاي،